مساء الخير عليكم مشتركين قناة كويزين شاما، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنبغي نشكركم بالنسبة للناس الجداد عندي في القناة أو للقدام، شكرا بزاف للدعم ديالكم ليا. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو هذا مع كيف ما كتعرفوا اقتراب سان فالونتان، بغيت نشارك معكم أفكار بسيطة بالنسبة للناس اللي كيبغيو يحتفلوا. يعني ممكن تحتفلوا غير في الدار وهذا الشيء ما كيتقمش عليكم يعني بثمن غالي. الوغ اول حاجه غادي نديروها واللي هي الكيك، غنديروا ان شاء الله كيك باللون الاحمر. واللي غادي نحتاجه بالنسبه للمكونات ديالها 3 ديال البيضات، كاس ديال العنبه سكر سنيده، كاس ديال العنبه من الزيت، الدقيق كيبقى حسب الخليط. عندنا جوج من خميره الحلويات، خميره اولا سكر بنكهه الفانيلا، عندنا دانون يكون باي نكهه اللي كتفضلوا نتوما، الكاكاو البودغ، المر، وعندنا الملون الاحمر. وهذا الكاكاو هذا هو اللي كيساعدنا باش كناخذوا هذاك اللون الاحمر اللي كيكون باين وزوين. نبداو بسم الله باول حاجه، غنضيفوا 3 ديال البيضات، غنضيف ليهم كاس ديال العنبه من سكر سنيده، وغنضيف ليهم سكر بنكهه الفانيلا. من بعد ما ضفت هاد المكونات هادو اللي هما 3 ديال البيضات، كاس ديال العنبه، سكر سنيده، وسكر بنكهه الفانيلا، كنخدموهم بهذه الطريقه هادي، يعني كنطربوهم بيدينا مزيان. من بعد غادي نضيفوا لهم كاس ديال العنبه من الزيت، وغادي نستمروا بنفس الطريقه. من بعد غادي نضيفوا الياغورت، تقدروا تعوضوا اللي ما بغاش يدير دانون يعوضوا بكاس ديال الحليب. كنستمروا بنفس الطريقه، يعني كنبقاو كنطربوا بيدينا حتى كينسجموا لينا هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان. غادي نضيفوا شويه من الكاكاو بودغ، وغادي نخلطوهم مع بعضياتهم. من بعد غادي نبداو نضيفو الدقيق، ونستمروا في التحريك. من بعد ما كنحصلوا على خليط بهذا الشكل هذا، يعني كيكون عقد شويه، كنضيفوا الملون الاحمر. غادي نضيفوا منه غير شويه باش نقدروا نحصلوا على اللون اللي بغينا ديال الكيك. صافي، وكنبداو كنخلطوا بهذه الطريقه هذه، وكيف ما كتشوفوا معايا تبارك الله كيجي اللون غزال. يعني ما كنحتاجوش بزاف ديال من هاد الملون الاحمر، غير شويه منه كيعطينا هاد لا كولور هادي. دابا غادي نضيفو جوج من خميره الحلويات، غنضيفو الثانيه، وغادي نحاولو نحركو غير شويه، من بعد ندخلها الطيب ونرجع لكم. درنا فيه الكيك في الفران طيب، غادي ندوزو باش نحضرو الكريمه. واللي غنحتاجو ليها كاس ديال العنبه من سكر سنيده، ياغورت طبيعي، انا هنايا درت بيرلي، وغنحتاجو الكريمه السائله.
هذه فيها جوج ديال المكونين الاساسيين، الاول هو الكيك والثاني هو الديسير. بالنسبه للديسير غنحتاجو فيه هادو دوك الجوانب، يعني لي شوت ديال الكيك اللي كنحيدو غادي نستغلوهم، وعندنا الكريمه اللي صايبنا غادي نخليو منها باش غادي نزينو الكيك، وداكشي اللي غيبقى غنصايبو به الديسير. هذا كيف ما كتشوفوا معايا كنديروا لي شوت هما الاولين بهذه الطريقه هذه، يعني ديسير ساهل ما فيه حتى شي حاجه اللي هي صعيبه. من بعد غادي نضيفوا شويه من الكريمه، يعني غيجي ديسير على شكل طبقات باللون الاحمر والابيض. انا غادي نستمر بنفس الطريقه ونرجع لكم. بعد ما ساليت كيف ما كتشوفوا معايا لاطابل كتجي بهذا الشكل هذا، يعني كتجي رائعه في المنظر ديالها. وهذا هو التزيين اللي درت، كيف ما كتشوفوا الكيك على شكل قليب، يعني طريقه سهله وافكار بساط باش تقدري تزيني لاطابل ديالك وما كيكلفكش هذا الشيء بزاف. كنتمنى هاد الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، وديروا لي لايك، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد ديالي. وإلا بغيتوا تقدروا تخليوا لي تعليق زوين بحالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.